أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا اليوم عندنا حلقة ملهمة جداً، صاحبها تغلب على كل التحديات، صاحبها من ذوي الهمم، وإن كان هو عنده مشكلة في البصر ولكن ما كانت مشكلة في البصيرة، تغلب عليها بتعاون أهله وبتعاون والدته الله يرحمها وزوجته وأخته وكل الربع اللي وياه في الديرة. وهذه هي الروح البحرينية، روح التعاون، روح المثابرة مع بعض والنجاح مع بعض. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا اليوم في ضيافة الأخ علي البصري في مطعمه وليد الكعبة في منطقة مدينة حمد. سلام عليكم أبو حسين. سلام ورحمة الله لو سهلم عبد الله شيخ ماشي الحمد لله. الله يسلمك ويخليك يعطيك العافية أبو حسين. الله يعافيك إن شاء الله. شكرا على استضافتنا اليوم في مطعمك. الله يخليك أم عبد الله. طبعا أنا كلمة حاب أقولها إلى جميع مشاهدي قناة البحرين، احنا مستانسين ان نشوف ام عبد الله افنان الزياني بيننا هنا في مطعم وليد الكعبه. شرفتني يا عبد الله. الله يسلمك، الشرف لي والله يوفقكم. الحقيقه معرفتك بحسين شرف، انت مثال للشاب البحريني اللي تغلب على كل التحديات اللي امامه. انت من ذوي الهمم وفعلا همتك عاليه ما شاء الله، فتقدر تكلمنا عن نفسك، عن دراستك، عن بداياتك وشلون بدا هالمشروع؟ الله يخليك ام عبد الله. انا في البدايه احب اتكلم عن طفولتي من وانا صغير لما ولدتني الوالده واكتشفنا ان الله يرحمها ان شاء الله واكتشفنا انا واختي ان احنا نظرنا ضعيف وبعد نظرنا ضعيف طلعت الشغله كلها وراثيه. طبعا هاي واحد من ارادتنا. انا درست في المدارس العاديه يعني في المدرسه اللي في القريه. بس اكتشفوا وحولت الى معهد النور للمكفوفين. ورحت بعدين السعوديه هناك ما قصروا ويانا. وعلموني للثانوي، خلصت الثانوي وجيت البحرين هنا وخلصت جامعه البحرين قسم دراسات اسلاميه. ما شاء الله. اي في اي سنه؟ سنه 2003 تخرجت من الجامعه. طبعا كنت انتظر التوظيف بس ما صار في توفيق ان اتوظف وزاره التربيه والتعليم، هي المكان الوحيد اللي المفروض ياخذني. بس هذا الشيء يا ام عبد الله ما اثر علي. يمكن ما اجاملش ان احس في نفسي، يمكن ما اجاملش اقول لك انه كسر خاطري، او حتى بعض الاحيان كنت ابكي على حالي. لكن ما وقفت، ما قلت خلاص انا يعني ما بضل هنا. ما يأست. فقمت اشتغلت في شركات رواتب قليله حتى ما ادش الشهاده، مع اني خريج جامعي. بس انا اقول لهم شهاده الثانويه. لان وزاره العمل تقول لك ما دام انت جامعي لازم تنتظر. طبعا في سنه 2006 الحمد لله حصلت مجال ان اتوظف في مسجد في قريتنا، كان قريب من البيت تقريبا مسافه 200 متر، وكان عندي وقت فراغ طويل. هاي كانت في كرزكان؟ في كرزكان المسجد. صار عندي وقت فراغ، فكنت قاعد ويا واحد من اصدقائي مره من المرات يعني ندردش، وصلنا الى ان احنا ممكن نفتح لنا مشروع صغير. راس مالي كان كلش قليل مع عبد الله، يعني كان يعني هو حط 100 دينار وانا 100 دينار. لكن فيها البركه ان شاء الله. والحمد لله. بدنا نبيع. من وين تعلمت الطبخ؟ أنا الطبخ تعلمته من والدتي الله يرحمها إن شاء الله ويغفر لها. الله يرحمها. ما قصرت وياي، ساعدتني في الطبخ وعلمتني سر المهنة اللي هي تعرف. لمسة الخاصة. مو أي واحد يطبخ، مو أي واحد ينفس. النفس علمتني. والحمد لله. إيش كنتوا تطبخون؟ إحنا في البداية أول ما بدأنا كنا نطبخ نخج وباقلة وهريس ونبيع على الشارع. على الشارع. عندنا السيارة ونروح هناك ونبيع. وشلون كان إقبال الناس عليكم؟ والله ما شاء الله كان اهل القريه يعني على طول يجون لنا، وحتى في ناس من برا لما عرفوا يجون يدعمونا، يعني مو بس يجون على اساس انه يمكن طبخنا مميز، لا كانوا يبغون احنا نطلع فيها. يعني مشجعينكم الاهل والاصدقاء. الاهل والجيران. وشوي شوي قعدنا نتطور في الشغله. بس صاحبي شوي صارت الظروف في الشغل ماله مغيره، وشفته كان كان يقدر يجي وياي بالليل. بعدين وقفنا فتره بسيطه، بس بعدين قلت له سامحني انا بجول الشغله بروحي وهالشكل، واتفقنا. الحمد لله. وتوجهت. زين، من بعد ما كان عندك بيع على الشارع صرت هل فكرت تفتح مطعم؟ شلون صارت الخطوه الثانيه؟ انا طبعا فتره مي قصيره ليش قاعد ابيع في الشارع، يمكن من سنه 2006 الى 2010 اربع سنوات. بعدين قلت انا ليش ما اطور من روحي؟ انا طورت الطبخات، شفت طبخات حتى جديده يعني غير الهريس وال... حطينا المعكرونه، حطينا الكشري. ام عبد الوهاب ما قصرت ويانا. اختك عبد الوهاب؟ ال...
دراع اليمين في الشغلة. أي نعم. الله صل على محمد وآل محمد من وأنا صغير، هي كانت في الجامعة وهي تساعدني. أي نعم. خلصت الجامعة وظلت وياي. ونوجه لها تحية ما قصرت. واليومكم نعم. هذا يعني مي مقصر ويانا الله يخليها إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. ملتفتي إلى شغلنا وملتفتي إلى العمان. أي نعم. زين. دائما لمسة السيدة غير شكل. أي بالضبط. تعطي لمسة غير. أي نعم. وأي شيء أي شيء صراحة نقول له صراحة يعني المفروض نسوي لها تمثال صراحة. تستاهل تستاهل تعاونكم اللي فعلا هو مثال يحتذى به. الله يخليكم لبعض. أي نعم الله يسلمك. زين بعدين سنة 2011 حصلت لي مطعم كان بيطلع منه صاحبه. اي نعم. هو كان كافيتيريا بس انا اخذته وبعض اللمسات وعدلناه وخلينا وقعدنا نبيع وطورنا في الشغل بدل ما كنا نبيع بس عشاء قمنا نبيع غدا وعشاء. زين هل اضطريت تاخذ قرض عشان تقدر توسع شغلك؟ بلا احتجت الى طبعا تجهيز المطعم يحتاج الى مبلغ فاخذت قرض من بنك تجاري. اي نعم. موجود في البحرين. طبعا كان الكفيل الراتب مالي. اي نعم. واستلمت القرض وطورت في الشغل الحمد لله. اي نعم. سنه 2013 بعد الله فتح لي بعد فتح زيادة وحصلت لي مطعم في المالتشية. أي نعم. واشتغلت فيه بعد الحمد لله وطور زي. شلون شغلنا. دربت شلون قدرت تحصل رخص حق العمل؟ هل كان هاي الأمر سهل؟ طبعاً يعني مع المحل يعني يعطونك عدد إذا اشتغلت في البروسيس عدل بيكون الشغل عدل. أوكي. تمام. وهل استعنت بناس من الخارج يساعدونك أجانب على أساس في المطعم؟ بلا احنا طبعاً مطعم صغير ما نقدر نجيب ناس بروفيشنال بحرينيين لأنهم أوردي عندهم عملهم بروحهم. فاحنا عندنا العمال نجيبهم عبد الله. ايه؟ ونتعب عليهم ندربهم وندربهم الشغل يعني نجيب زيرو. ايه نعم. ما عارف اي شيء. اي نعم. فتره بسيطه عبد الله يفهم الشغل يجي واحد ثاني من المنافسين مباشره. ايه نعم. يكلمه التعبه اللي تعبناها احنا وضاعت كلها في دقيقتين يقول له مثلا بزيدك 10 او 20 دينار. اي نعم. يخرب لنا الشغل يقول له باي باي يقول لك يلا وياخذ خبراتكم ياخذ سر المهنه وسر الوالده الله يرحمها ويروح وخصوصا الامارة يعني نعم. يحطون حد للموضوع قطاع المطاعم قطاع المصانع هيئة تنظيم يعني لما اجيب انا واحد واتعب وياه يكون في بيني وبين كونتراكت طبعا دول عالمية برا عندش فكره يعني انهم ياخذون الاتفاقيه هي ماشيه. اي نعم. يعني حق سرية يعني حتى تنظيم سوق العمل عدم افشاء سر المهنه سر أي. المهنه مو بس سر المهنه مع عبد الله. اي نعم. والمنافسه انا لما اي لما أي. لما اجيب واحد واتعب وياه المفروض ان هاي تعبتي انا تدريبي اليها مو مجان. صحيح. لما اجيب واحد مثلا حتى لو درايفر مال موتورسيكل وياخذ الليسن ويطلع يدعم بالموتورسيكل الليسن الجديد. اي نعم. بعدين يقول لك يلا الحين مثلا سنه خلاص عرف الشوارع عرف دلي كل شيء. أي أي. خلاص بعدين يقول لك يلا وبعد ما ياخذ الليسن بسنه يصير التامين ممكن انه يعوضونك اذا كان قبل السنه اذا سائق سياره ما يعوضونك التامين. بلى. فانت صارت فتره الخطوره عندك انت علي انا وبعدين راح اسوي خده جاهز دل الشوارع. نعم. دل كل شيء. فشو الاقتراح اللي عندك مثلا عقد العمل؟ انا الاقتراح يكون في هيئه تنظيم سوق العمل المفروض تتاكد قبل ما تنقل اي شخص الى ملك الى كفاله شخص ثاني. نعم. تتاكد هل في كونتراكت بينه وبين الشركه الثانيه يكون موثق طبعا. نعم. هي تصيغ يعني البحرين عندها قوانين تفيد الموظف وتحمي وتراعي حقوق الإنسان للموظف بس إحنا بعد اللي نشتغل في البزنس إحنا بعد لنا حقوق صح إحنا مواطنين وإحنا صح والمفروض إن إحنا بعد لنا أولوية عشان نظل نستمر. إذن على الأقل يلتزم بمدة عقد العمل وبما ورد في عقد العمل وأنت تقدر تحط في عقد عملك إنه هو يشتغل معاك سنتين في خلال هالفترة وان اذا تركك ما يلتحق بمنافس لمده محدده على اساس ينسى الخبره مالتنا يعني او على الاقل انت تقدر تجيب بديل تتصرف لان هي مو مساله راح انت حتى تجيب البديل والدربه بعد هذا بياخذ منك جهد ووقت بالضبط وانت بالضبط. عملك ما يصير يوقف بل. فكذي يصير يعني يصير عدم استمراريه في العمل يصير انقطاع في العمل فهي جزئين افشاء السر اللي انت علمته والجزء الثاني انه هو ما يروح لمنافس بالضبط. اي نعم. زين الحين انتم شنو خططكم المستقبليه شو تفكر تسوي هني من 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 هذه المطعم يعني في 5 سنين من الحين مثلا شو تشوف حالك او يمكن اقصر من هذه المده؟ احنا حاليا قاعدين يعني في هالوقت الحالي نسوي طبخات الطبخات الشعبيه الهريس والكشري والجيمات الجيمات طبعا مطعم وليد الكعبه يوميا موجود. اي نعم. يمكن خلينا نقول على الاقل المنطقة هني تقريبا كلها مدينة حمد بالقرى اللي صوبها يعرفون مطعم وليد الكعبة ومشهور بالجيمات. الله يبارك. عندنا أطباق جديدة دششتها عندنا عبد الوهاب. اي نعم. في ما بنقول في الفترة الأخيرة في فترة
اي نعم على مدى هالفترة. اي نعم, نعم. الباستا, البشاميل, الكشري, الاشياء الغريبه والعجيبه اللي نسويها لنا مثل أيها. الفتات, انواع من الفتات, مضروبات ورق عنب, يعني مواكبين السوق. اي أيها. شيء نشوفه جديد يحبونه الناس نسويه. وانتم تبتكرون اشياء جديده. بس بسالك ابو حسين, شو استفدتوا من برامج الدعم في الدوله؟ والله انا حاب اخبر شام عبد الله ان احنا استفدنا من تمكين اكثر استفاده. ما شاء الله عليهم ما يقصرون يا البحرينيين سواء افراد او مؤسسات. اي نعم, انا اتكلم عن مؤسستنا. أي نعم. قدمنا على دعم المؤسسات للالات والاجهزه التقنيه. أي نعم. التقنيه. أي نعم. وبعد البروسيس حصلنا من عندهم الات فادتنا في الشغل. كل البزنس يحتاج الى تسويق. اي نعم, والتسويق بعد ما قصروا ويانا, بعد دعمون لنا نص الإعلانات, فلايرات. بعد الشغلة الثانية مع عبد الله, قدمت على قرض من بنك التنمية. أي نعم. يمكن عقب فترة بس وحصلنا المبلغ عليه على الأرباح, يعني اللي كانت المفروض تأخذها البنك التنمية. أي نعم. نص الأرباح تحملت تمكين. تمام. شكرا لكم يا تمكين. أي نعم, إن شاء الله دائما تستفيد. عساكم على القوة إن شاء الله. الله يسلمك وأنتوا كذلك. إيش رأيك الحين نروح نشوف وصفة من الوصفات, وأكيد أبي وصفة الهريس, وصفة الوالدة الله يرحمه. السر عاد تقدر تخليه لأن هذه سر المهنة. ألا قررنا الطريقة. لا يا عبد الله, شوفي هريسة البحرينية معروفة. أي نعم. والطبخة هي بسيطة بس تبقى لها وقت ويبقى لها التفات. بفضح لكم اليوم سر الهريسة. إن شاء الله. بعد الفاصل. بعد الفاصل خلي المشاهدين يكونوا ويانا بعد الفاصل. إن شاء الله. بعد الفاصل سر محسين اللي تعلمها من والدته الله يرحمها في صنع الهريس. كونوا معنا. أعزائي المشاهدين, الحين إحنا جاهزين حتى نقدم وصفة الهريس. طبخة الهريس طبعا على طريقة الوالدة والقدماء معروفة كلش في البحرين. اي نعم. اول والتالي يعرفها. طبعا نحتاج الى حب هريس. اي نعم. احنا بنسويه كيلو حب. اي نعم. او خلينا نقول كيلتين ونص. غسلناه. اي. غسله غسلتين. اي نعم. لما يروح نشم منه. اي نعم. راح ننزل الحب داخل القدر. عقب ما حطينا الهريس راح ننزل اللحم. زين. اللحم احنا نستخدم لحم بقر. اي نعم. فريش طازج. اي نعم. نصفه. ودائما في عظم. عادة اي لازم ناخذ فيه عظم. عشان الطعم. عشان يعطينا طعم زين في الطبخه. اي نعم, بس انت قاعد تحط قطع في عظم كبار عشان تالي يسهل عليك تشيله. حق نشيله. اي حق الزباين ما يضايقون منه. اي نعم. اي نعم. لا اقدر اللي يحبون الجهال ترى الهريس. اي نعم, والله ما حد ما يحب الهريس الله يسلمك. لا بس اكثر شيء الجالي يقطعون له رمضان, يعني ما يصير رمضان لازم الهريس موجود متصدر السفره. اي نعم. فحين انت ما شاء الله تحطون وايد لحم حق تقريبا انت حطيت كيلو ونص حق كيلو الحب. احنا عاده نخلي كيلو من كيلو ونص الى كيلوين. اي نعم. الحين انا حاط لكم كيلوين. زين, واللحم غسلته بعد. واللحم مغسول بشكل زين, خلصت من الدم الزايد وكل شيء عشان اللون يصير تالي زين ما يصير غامج. تمام. اي نعم. اوكي تمام ممتاز. اللحم ما في شحم مثل ما اشوف. اللحم عاده ما نخلي فيه شحم. اي نعم. اي نعم. ولحم البقر معروف يعني شحم فيه. اي. قليل. اي. راح نحط اللي هو نصب الماي. اي نعم. تبي تغطيه صح؟ لازم ينغمر القدر باللحم. أي. ينغمر بالماء. بعد ما حطينا الماء. أي نعم. راح نغطيه. أي. ونخليه على تشولة. طبعا احنا نستخدم عادة تشولة لازم. أي نعم. ضوها قوية ونطول على التشولة مدة تقريبا 20 دقيقة لما يطبخ ويفور. أي نعم. سر الهريس انه ينجح ويانا. أي. لما يطبخ بقوة بعدين نقصر عليه مو لحد القليل كلش ام عبد الله متوسط. أي أي. وبعد نخليه تقريبا 10 دقائق يعني كلها نص ساعه. هي تعبتنا كلها نص ساعه. بعد النص ساعه نقصر على الجوري كلش مول. اي ونحط حديده ساعات بعد تحت. إيه ونخلي إيه نعم. نشافه. اي او مثلا يعني اذا الجوله مرتفعه او شيء ما في مشكله بس تجي. نعم. تقلع الجوله كلش. إيه. خليها تقريبا 4 ساعات تشتغل على الجوله. إيه نعم. لما نار هاديه جدا. اي نار. إيه. هاديه كلش زين. تقلبها بين وقت ووقت. أنا بالنسبة لي لا في النهاية إذا حطيت الملح أقلبه. إي طبعاً إحنا ما نحط الملح أول عشان اللحم ما يصير يابس. عشان اللحم ما يصير يابس. نبي أول اللحم ينضى وعقب نضيف الملح ولأن بعد يمكن نحتاج نزود شوية ماي. بلى. بالتالي أكيد بتذوب الملح في الماي صح؟ بلى. إي نعم. زين فالحين نطلع فاصل ونرجع لما تكون الهريس عندنا جاهزة علشان مرحلة إن هي ناضجة وبعدين تشوف الخطوة اللي وراها. تمام؟ أعزائي الفاصل ونرجع ونراويكم طريقة الهريس على طريقة أبو حسين من مطعم وليد الكعبة. كونوا معنا.
الحين بعد ما مرت 3 ساعات ونص إلى 4 ساعات إلى 10 سامحينا عبد الله خرنا شوي أنا إيه نعم لقدر مالنا إيه نعم جهز وراح نجربه إيه بتشيك جرب أكل إيه نعم. شوف اللحم شلون دام والقمح بعد يعني شرب الماي شرب اللي عندنا وماي اللحم بعد طلع فشفش إيه على قولتنا وصار إيه كبار انتفش صار كبير إيه, إيه نعم طبعا الحب احنا نستخدم الحب اللي مقشور الحب الهريس يكون القشر ماله شوي مشيول منه على اساس انه ينضى اسرع مو بالحب الكامل بلا. لكن هو وايد مفيد حق الجسم لانه فيه كل الفيتامين بي وكذلك اللحم كل مجموعه فيتامين بي اللي هي زينه حق الانسجه والبروتينات إيه والبروتينات وكل يعني احنا ننصح الكل ياكل هريس والجهال يعني يستاهلونه اي نعم وجبه مي غاليه وبعدين ما في مواد اضافيه ولا مواد حافظه ولا اصباغ طبيعي 100% اي نعم اوكي فالحين ايش بتسوي بحسين الحين راح نحط الملح اي نعم نفس ما وعدناكم اي نعم زين ممكن تذوبه في الماي او تحطه كذي احنا نحطه كذي وبعدين لان الحين في ماي وايد اي نعم من الضرب وقت الضرب تزيد عليه اي نعم رايح نخليه زين الحين بتنقل الجدر هني الحين إيه خلي بس نحط ذي حتى يحمي هني طيب الحين زين راح نشيل القدر إيه نعم. ونخليه على مكان لازم تكون الارضيه خلينا نقول خشنه عشان إيه. ما يتحرك اول زين. كانوا يحطونه على الخيشه ويقعدون على تحت الكرسي الصغير اللي في البيت على الارض اي نعم والكل يجي يضرب في شهر رمضان إيه. كانت ايام والله كلش حلوه حلوه وكانوا ناس متخصصين ضربهم خاص الحين انتم تستخدمون ادوات حديثه مثلا الفود بروسيسر او شيء ولا تضربونه لا احنا لا احنا عاده نضربه بالدريل الكهربائي اي نعم ويا ريش ستانلس ستيل وشيء شغل نظيف وسريع وسريع طبعا إيه نعم. طبعا كل شيء حديث الحين ما كنا فيه اي نعم فالحين واحنا الحين بنراويكم شلون نضرب الهريسه بالطريقه التقليديه الطريقه التقليديه الله يرحم شوالدتي اول ما بديت ابيع في الهريسه الشكل اي نعم بس بعدين شفنا طبعا معروفه الطريقه الحديثه تمشي أسرع. الشغل بسرعه اسرع اي نعم احنا كان اتذكر انا وقت يدتي يضربون الهريس وهي تعدل الصحون واحنا اليهال ننتظر طبعا ما كنا صيام وقتها صغار فيحطون لنا من الجدر سيده طعمه لذيذ غير شكل غير اللي ناكله على سفره الافطار اي نعم فهذه طبعا ذكريات وايد حلوه ذكريات اللمه دار ما دار الهريس وريحته في البيت تخليك فعلا تشعر ان انت في شهر رمضان تمام زين طبعا احنا الحين القمح اللي استخدمته قمح عالي البروتين على اساس انه يعطيك اول كانوا يدتنا يقولون سلاح انهم يعلشون حب الهريس وهو ني مو مطبوخ اذا شافوه يتمغط يقولون هاي القمح زين هو لان بروتين القمح الجلوتين يصير مطاطي فهم يعرفون ان في نسبه بروتين عاليه بطريقتهم البدائيه اللي يعني بالفطره بلى. بس كانوا ما شاء الله فاهمين شغلهم عدل ان عشان مثل ما نقول احنا الهريسه تعبك يعني تتماسك ويا بعضها بعض اللحم ويا الحب كله يستوي متناسق او متناغم ويا بعض اي نعم فالحين بتخلطه لحد ما نصير ما نشوف قطع اللحم ما يصير قطع يتجانس. اللحم وحتى الحب بعد يعني المفروض انه يصير كلش إيه طبعا احنا إيه؟ طبخناه مده طويله فذاب الحم بس إيه بعد نعم. زين بسألك ابو حسين من يضرب الهريس احسن النسوان ولا الرجالين قول الصدق يعني اذا النسوان تعبوا يقولون للرجاجيل فالرجاجيل تطلع في النهايه يعني التعاون ها كل واحد يعطي لمسته اي نعم تمام ممتاز لا عقب ما بتضربها ايش بتسوي بعد بتحطها ترسى شوي نخليها شوي على التشوله تتنشف على نار متوسطه ولا هاديه نار كلش هاديه لان هادية. بعد اللي خليتينا شوي على ضوء شوي زياده ام عبد الله تحترق في الارضيه خلاص ما عندنا طعمه حلو في حراره تصير مبخره تصير فيها مبخره واحنا بعد في ناس وايد يحبون الوريه اي الوريه مع ان هاي متخصصين نسوان ياكلون الوريه دائما هم يحبون ياكلونها طيب فالحين بنطلع فاصل بنحطها تترسى وبنطلع حتى نقدم الهريس اوكي ان شاء الله خير اعزائي كونوا معنا بعد الفاصل بنقدم لكم الهريس على طريقه ابو حسين من مطعم وليد الكعبه أعزائي المشاهدين احنا الحين جاهزين حتى نقدم الهريس ابو حسين ايش رايك في الهريسه الهريسه شكلها عجيبه اي زين تعدلها لا نبغي بيدك انتين تعدلينها عشان اوكي احنا طبعا خليناها تبرد شوي علشان ما تغلبنا في التعديل الله صح احنا انتم شنو حاطين دهن هاي دهن عداني زين اللي ما يحب دهن عداني ممكن يحط زبدة عادية ممكن يعني يستغني عنه إذا ما يبي يزيد سعرات حرارية وعنده مثل ما نقول وضع صحي معين
انتوا اظن تقدمونها بدون ما تحطون الدهن صح؟ نعم عاده ايه عاده نعطيها للكاستمر في وبروحه في إيه؟ البارسل وهو يتصرف فيها. هل تحطون الدهن في البارسل كذلك وهو يحط ولا ما تحطونه مولية؟ لا نهائيا نعطيه البارسل وهو هناك يتصرف بطريقته الخاصه على رغبته. اي نعم انا كنت اشوف يدتي يوم كنت صغيره لما يضربون جدر الهريس قبل الفطور وانت يمع احنا الصغار طبعا فطر فيعطونا من الجدر سيدة لذيذ وهي شغلها كان تعدل الصحون ويوزعون طبعا الصحون على الفريج كله وعلى الاهل طبعا كل يوم الفطور يروح من البيت لمجموعه من الاصدقاء والاهل واحنا بعد كان يجينا فطور من بيوت ثانيه والحمد لله كان الصحن ما ينقطع يروح ويرجع يروح ويرجع عدل الحين خلاص تغيرت العاده هذه مع عبد الله وتعرفين الحين كلش كلش يوزعون يوم واحد في الاسبوع وبارسلات مع مره على بعد التوزيع هي طلبيه من المطعم صح اي والله اي صح يلا البركه فيكم يتصلون فيني تعسوا لنا شكل حق الغفقات بعد الناس العاده يعني اي نعم على كل حال الزمن يتغير والناس تتغير وكل شيء يستمر الحمد لله فاحنا هني ممكن نحط بهالطريقة وبعدين ممكن نصحنا بعد أزيد وبظهر الملعقة المدورة نسوي هذه التشكيلة بهالطريقة ونسوي هني حفرة في الوسط طبعاً كل ما بردت الهريس بيكون الهريسة بتكون أسهل لنا أن نسوي هذه التشكيلة بهالطريقة ونحط فيها مزيد من الدهن طبعاً أول الناس تمشي تتحرك وما في تكييف وما في غيره فهاي كان يحرقونه وهاي تعتبر وجبه واحده غير الحين بصمات تغير مشهور اي اشكال والوان نعم اشكال والوان وبعدين بالمناسبه ولو ان هاي في كوليسترول وهو مو يعني مو بزيت احادي في كوليسترول لكنه طبيعي يعني اهون من الزيت المهدرج اللي ناخذ زيت نباتي ونحاول نسويه يسوي له معالجه بحيث يصير مهدرج هذاك اللي الجسم ما يعرف يتعامل معاه لكن طبعا كأي شيء فيه كوليسترول لازم نتعامل معاه بحذر. هاي هريستنا صارت جاهزة. في الكويت وفي العراق انا شفتهم يرشون على الهريس دارسين اللي هو القرفة وبعد يحطون شكر. وهاي بعد حركة غريبة يعني لكن احنا في البحرين عادة ما نحط عليه عادة اي بس دارسين ايه نعم. وليمون يعني ايه نعم. ليمون ممكن زبدة بعض الناس ياكلون هي الاتشار بعض على راحتهم بس هي شيء طيب وفي كل وقت ممكن يستمتعون فيه في رمضان. خلنا نحط بس كذي قليل عشان بعد اللي ما يحب القرفة يقدر ياخذها بالطريقة اللي يحبها وبنزين بالليمون وصار كاب الهريس مثل ما احنا نقول أول ما نقول طبق نقول كاب هو هاي الصحن التقليدي اللي نقدم فيه أتذكر كانت الكاب دائماً في صورة الأسد والنخلة تتذكر أبو حسين ولا أنت ما لحقت علي؟ أنا ما لحقت على هالسؤال أنت ما لحقت علي أنا لحقت علي وعندي واحد في البيت قديم مكسور من جهه لكن محتفظه فيه لانه اعتبره قطعه اثريه انتيكه نعم فهاي طبعا بالعكس هو شيء يذكرنا بالطفوله ويوم كنا كلنا نتيمع دار ما دار جدر الهريس وهم يضربونه قبل الفطور وطبعا ان شاء الله دائما ايام سعيده الله يتقبل من الكل طاعاتهم وتبقى الاطباق تروح وتي بين الاهل والجيران وفي الفريج وهاي صار طبقنا جاهز شكله يشهي تسلم يدك ابو حسين الله يسلمك ان شاء الله وانت التقديم هذا صراحه والله يعني يخلي الواحد خاطر يلتهمه اي نعم طبق من سيد النو جميل الله يسلمك شكرا ابو حسين ما قصرت انا استمتعت بوقتي في الحلقه استمتعت بقصتك اللي فعلا ملهمه ما شاء الله عليك انت فعلا قدرت تتغلب على كل التحديات بل اخذت من التحديات تحدي انك تنجح وتتوسع وان شاء الله نشوفك محقق كل طموحاتك باذن الله الله يطول عمرك ام عبد الله وما قصرتين وانتين توقدين فينا الامل صراحه الله يسلمك الله ان شاء الله جميع ان شاء الله ايش رايك نودع المشاهدين يلا نشوفكم على خير ان شاء الله مع السلامه باي باي مع السلامه